أما البداية بإعلان كتائب القسام قصف تل أبيب وضواحيها، القناة 14 الإسرائيلية، إطلاق 15 صاروخا على الأقل من جنوب قطاع غزة على تل أبيب وضواحيها. إذا هذه الصور وهي لتل أبيب قبل قليل، حيث قامت كتائب القسام بإطلاق رشقة صاروخية باتجاه تل أبيب الكبرى وضواحيها في عملية نوعية أيضا جديدة تستهدف المدن الإسرائيلية بالصواريخ، في الوقت الذي تقول فيه إسرائيل إنها حدت كثيرا من قوة حركة حماس وكتائب القسام في إطلاق هذه الصواريخ. هذا تحدي جديد بطبيعة الحال في إطار معركة طوفان الأقصى والرد على الغارات والهجمات الإسرائيلية بهذه الرشقة الصاروخية الجديدة على تل أبيب الكبرى وضواحيها. هذه الصور قبل قليل من مدينة تل أبيب، وتقول يقول الإعلام الإسرائيلي إن القبة الصاروخية اعترضت بعض هذه الصواريخ، اعتراض ما لا يقل عن 12 صاروخا بعد دوي صفارات الإنذار في تل أبيب وضواحيها.